الله يسامحه، هو بيأذي نفسه مش هيأذي الآخرين، طالع ياخد طارو فاهمة. ونفس البرنامج بتاع شيخ الحارة، وأنا كنت طلعت طبعا في شيخ الحارة وطلعت مع برنامجين قبل كده، فهو طلع ياخد طارو بس الناس شافت ان ده مش حلو زي ما حضرتك شفتيه، انك تقول حتى لو اتجوزتي يا اخي يوم عيب. قعدت وعيطت، انا ما عيطتش عليه، انت ما يتبكيش عليك عشان اعيط عليك، لا انا بس كنت ممكن بعيط اشوفي على نفسي. ريم حبيبتي. لسه كنت اقول لك، هو المراه في هالمواقف مو شرط تعيط على الرجل، بالظبط ممكن تعيط على الظرف نفسه، على الظرف نفسه، ان ان اللي ليش انا قدامك بيعمل صرت لك كده. بوش، بالضبط فانت بتقول لك المذيع اللي قدامك كذا كذا، فانت خلاص اللي جواكي بيطلع. لكن انا ما بعيطش على راجل، او انت ما تعيطش يعني ما يتبكيش عليك عشان اعيط عليك. فهو طلع يرد على ده العتاب على بسمه وهبه، لان هي كانت كل حاجه تقول له ريم ريم ريم. طب انتوا بتعملوا حلقه تردوا على زوجته السابقه ولا زوجته اللي قبل